يباركنا النهارده قدس ابونا المحبوب القمص بشوي القمص بطرس كاهن كنيسه مرجرجس بتسوق لان مشوار طويل من اجل ان يخدمنا ويقدم لنا كلمه ربنا. ابونا مشهور بعظاته الحلوه المؤثره، فيا ريت يبقى في اصغاء حلو عشان نستفيد ونعمل. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. كل سنه وحضراتكم جميعا طيبين. انا يعني سعيد جدا ان انا ابقى في وسطيكم في النهضه، ويعني بركه كبيره جدا ان انا ابقى في وسط الاباء العظام، وانا زي ما دايما اقول انا صغير قوي في وسط الاباء. وكمان لما قريت النهضه والاباء الاساقفه يعني حاجه صعبه قوي، لكن ربنا يقول لك الرافع المسكين، مش كده الكتاب قال كده. كل سنة وانتم طيبين. جميل ان احنا نحتفل بتذكارات ابائنا الرسل. تعرفين النهضة دي نهضة ابائنا الرسل، وبنختم صوم ابائنا الرسل بعيد مهم جدا، وهو عيد استشهاد القديسين العظيمين معلمنا بطرس ومعلمنا بولس، اللي كل ايام الصيام تسمعوا ابونا في اسمه وهو يقول أن ظل أحدهما كان يشفي الأمراض وكانت مناديل وعصائب الآخر تذهب الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. عظيم أن احنا نفتكر هؤلاء الآباء. والحقيقة معلمنا بولس الرسول، بعد إذنكم عايز أركز معاه شوية وهاخد منه تعبير كده، هو قاله قصة تحول معلمنا بولس الرسول من شاول لبولس قصة فعلا تحتاج إلى التأمل. كلكم حافظين طبعا القصة، إزاي بولس كان مضطهدا للمسيحية، شاول اللي كان واقف يحرس ثياب راجمي استفانوس أول الشمامسة وأول الشهداء، وإزاي ربنا اختاره ليكون زي ما هو قال إناء مختارا. بولس كان راجل علامة، يعرف حاجات كتير ولغات كتير، فيلسوف، وزي ما بنقول عليه فيلسوف المسيحية. لكن اختيار بولس الرسول كان اختيار عجيب جدا. فاكرين طبعا كلكم القصة، يعني مش جاي احكيها، لكن عايز اقف عند حاجة فيها مهمة. بولس الرسول كان رايح لبلد اسمها دمشق، وهو في الطريق ظهر له ربنا وكلكم عارفين العبارات، قال له ايه؟ شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك ان ترفس مناخس. فقال له ايه؟ انت مين؟ من انت؟ قال له انا ايه؟ انا الرب يسوع الذي انت تضطهده. مين فيكم بقى فاكر هو قال له ايه بولس لما عرف ان هو المسيح؟ هي دي الحته اللي عايز اقف عندها. عباره جميله جدا من ثلاث كلمات، ايوه، ماذا تريد يا رب ان افعل؟ كفايه قوي دي، ماذا تريد يا رب ان افعل؟ انا في ايديك يا رب، عايزني اعمل ايه؟ اظن ان هذه العباره هي لسان حال كل واحد فينا. انا نفسي يا رب اعرف انت عايزني اعمل ايه. ده المفروض ان كل يوم وكل موقف وكل حاجة في حياتنا، وكل يوم الصبح كده اسأل السؤال ده، اقول له ايه؟ ماذا تريد يا رب ان ايه؟ ان افعل. واعتقد ان حضراتكم جميعا متفقين معايا ان لو لقيت اجابة السؤال ده انا هستريح، مش كده برضو؟ يعني مش كلكم نفسكم تجاوبوا السؤال ده، ماذا تريد يا رب ان افعل؟ ابقى عندي مشروع مثلا، المشروع ادخل ولا ما ادخلش؟ اسال ربنا ماذا تريد يا رب ان افعل. عندي حاجه معينه هعملها، صدقوني حتى في ابسط امور حياتي، ماذا تريد يا رب ان ايه؟ ان افعل. موقف مع اولادي في التربيه، حاجه مش عارفه اتصرف فيها، انا يا رب اقول لهم ايه؟ طب اواجه ولا ما اواجهش؟ اوجه ولا ما اوجهش؟ اتصرف ازاي؟ ماذا تريد يا رب ان ايه؟ ان افعل. واعتقد ان هذه العبارة هي التي تقود الانسان للسماء، لانه
أهم كلمة أن تكون تبعيتنا لمين؟ لربنا. أنا دايما أصلي، أبانا الذي، علمني يا رب أن أصلي. قال له لما تصلي صلي أبانا الذي، وفوست أبانا الذي تقول له لتكن إيه؟ مش مشيئتي أنا. طب ماذا تريد يا رب؟ هي إيه مشيئتك؟ أنت عايز مني إيه؟ إيه رأيكم لو إحنا جاوبنا على السؤال ده النهاردة؟ موافقين؟ هنخرج في استفادة، إن أنا وإنتم نخرج بإجابة سؤال ماذا تريد يا رب أن إيه؟ أن أفعل. وأنا الحقيقة مش عايز أجاوب من بيتنا يعني، ولا من دماغي، أنا ما أعرفش. أنا عايز أجاوب منين؟ من الكتاب المقدس. كلكم معاكم موبايلات؟ معلش بقى إيه؟ هنتعب مع بعض شوية، ممكن ولا صعب؟ كل واحد معاه موبايل، وحيلاقي في الموبايل كده الكتاب الأرثوذكسي ولا الكتمارس ولا أي حاجة فيها الإنجيل، مش كده برضو؟ شايلين الإنجيل في الموبايل؟ تمام؟ اللي مش معاه الموبايل ما فيهوش الإنجيل يطلع ورقة وقلم على قديمه. عارفين قديمه؟ ها؟ مش هناخد وقت كتير أحسن لا بقى يزعلوا مننا في التوقيت. ها؟ خلاص؟ يلا في شاهد كتابي، آية كتابية هنطلعها كلنا، وبعد إذنكم الآية دي هنعمل لها حفظ كده، لو معنا نقدر نعمل ندوس على البرنامج ونحفظ الصورة الكلمة الآية، واللي ما عندوش حفظ يكتبها، ومهم يعني أنا عايزكم تتحط في النوتس بتاع الموبايل. الآية في سفر ميخا 6-8، سهل قوي، ميخا 6-8. يلا طلعنا ميخا 6-8، يلي عليها الشريطة يا ابونا. ميخا ايه 6-8؟ حد طلع؟ ها؟ قد اخبرك ايها الانسان، لو حد من الشباب اللي في الكمبيوتر يطلعها على الشاشة يبقى يكتر خيره يعني. قد اخبرك ايها الانسان ما هو صالح، ها، وماذا يطلبه منك الرب. اجابت السؤال دي ولا لا؟ ها، ماذا تريد يا رب ان افعل؟ ميخا بيجاوب اجابة مباشرة، قد اخبرك ايها الانسان ما هو صالح وماذا يطلبه منك الرب. ايه بقى؟ هتلاقوا عندكم ثلاث حاجات: ان تصنع الحق، وتحب الرحمة، أن تسلك متواضعا مع إلهك. نقولهم ثلاثة، اتفقنا؟ ربنا مش عايز غير الثلاثة دول. تخيلوا أن ربنا كل طلباته مننا أن احنا نعمل الثلاث حاجات دول: الأولى تصنع الحق، الثانية تحب الرحمة، الثالثة تسلك متواضعا مع إلهك. بس بصراحة كل واحدة عايزة تتفهم يعني إيه، مش كده برضو؟ لأن مفروض ان احنا عشان ننفذ الآية دي نبقى فاهمين ماذا يقصد الكتاب بهذه التعبيرات. ميخا النبي، عارفين ميخا يعني ايه؟ ميخا، ميخا استاذ ميخائيل قاعد. هي جاية من ميخائيل، ميخا هي ميخائيل ده قسمين، ميخا من مثل، لكن إيل الله، فيبقى ميخائيل هي من مثل الله، لكن هو لوحده من مثل، يعني اللي شبه مين؟ ربنا. ميخا صح، عشان نبقى شبه ربنا، عشان ننفذ ماذا تريد يا رب ان افعل. واحد تصنع الحق، حفظتوها ولا ايه؟ يا ريت تحفظوا الايه. على فكره انا عايز كل يوم الصبح كده او اخر النهار بالليل قبل ما ننام بنراجع الايه دي، وبنراجع انا عملت الثلاث حاجات دول ولا لا النهارده. هو ده دورنا يعني، ده التدريب بتاعنا. انا كل يوم كده اسال نفسي النهارده انا صنعت الحق، حبيت الرحمه، سلكت متواضعا مع الهي ولا لا. يعني ايه؟ واحد ان تصنع الحق. ما هو الحق؟ او اعدل السؤال بعد اذنكم، من هو الحق بدل ما؟ انا هو الطريق والحق والحياة. اذن الحق هو المسيح، وصناعة المسيح هو ان اكون صورة للمسيح هنا على الارض.
صناعة المسيح يعني أن يرى المسيح أو يرى الناس المسيح في حياتي، يرى الناس أعمالكم الصالحة، يمجدوا أباكم الذي في السماوات. تصنع الحق يعني تعمل اللي ربنا يسوع عايزه. أشكركم حطوا الآية على الشاشة. تصنع الحق يعني تبقى عارف الحق عايز منك إيه. تصنع الحق يعني تبقى سالك سلوك مسيحي حقيقي، وده اللي مطلوب مني. وأظن السلوك المسيحي له صور كثيرة جدا. تصنع الحق يعني كلمتك تبقى حق، مش كده ولا إيه؟ لكن اللي كلامه ملتوي هل يصنع الحق؟ الذي يكذب هل يصنع الحق؟ الذي ينافق هل يصنع الحق؟ الذي يدين هل يصنع الحق؟ النهاردة يا ماما جبنا سيرة مين طول النهار؟ هذه ليست صناعة الحق. صناعة الحق هو أن يكون كلامي كلام الحق، فكري فكر الحق، على رأي معلمنا بولس الرسول برضو لما قال أما نحن فلنا فكر مين؟ الحق، فكر المسيح. أفكر في الحق. حضرتك لما تقعدي كده تقولي فلانة دي كان نيتها كذا ونيتها مش عارف ايه، اللي هو ظن، اللي بيسموه ظن الايه؟ السوء، الظن السيء. هل هذه صناعة حق؟ هل هذا هو فكر المسيح؟ صناعة الحق، صناعة الحق يعني أبقى، ودي النقطة الأولى، هو أن أصنع الحق مع نفسي قبل أن أصنعه مع الآخرين. عارفين إحنا مشكلتنا إيه؟ زعلوش مني يعني، إحنا شاطرين قوي نصنع الحق مع الناس. يعني إيه؟ يعني نقيم الناس، يعني نقول لفلان لا 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 الكلام ده غلط، اللي بتعمله ده ايه؟ ده ايه الغلط اللي بتعمله؟ احنا شاطرين قوي نرى عيوب الاخرين، فلان ده ما بيعملش صح، فلان ده بقى كذا، فلان ده بقى كذا، وعيل السقف بتاعنا. عارفين عيل ازاي؟ بقينا ممكن نقول على فلان ده يبقى مثلا ابونا، يبقى ابونا الاسقف، لحد دلوقتي ممكن نقول على ابونا البطرك، ايه ده ما بيعملش الحق ابونا. لا لا لا، طب وانا انتوا معايا ولا بيحصل ولا ما بيحصلش؟ ده احنا بقينا دلوقتي نعرف نقول الحق ده حق وده مش حق للبابا. لكن هل اقدر بقوله لنفسي؟ هل بعرف اقول لنفسي ان ده صح ولا غلط؟ صناعة الحق فن. صناعة الحق تبدأ بذاتي قبل ان ابدأ بالاخرين. انا حقاني مع نفسي ولا لا؟ ما تزعلش مني، مفيش حاجة اسمها الأسامي الملتوية. يعني اللي ياخد حاجة مش بتاعته يقول لك ايه؟ تفتيح مخ مثلا، يقول لك أصل الدنيا عايزة كده. عارفين انتوا طبعا اللي هي الأسماء التي يسميها عدو الخير للخطية، وانت تتخيل انها ايه؟ حاجة كويس، مش كده برضو؟ يعني معلش أنا آسف، يعني اللي خصم اخوه عشان ميراث، ولو كلمته يقول لك انا بدور على ايه؟ حق مين؟ حق عيالي. حبيبي انت كده هو ده الحق؟ انتوا فاهمين كلامي؟ معلش انا يعني جايز تكون المبادئ اتغيرت ولا حاجه. صناعه الحق هو ان اسلك المسيح بحق، ان اكون صوره للمسيح بحق، أبقى عارف إزاي أقيم كل تصرف من تصرفاتي، هل يناسب المسيح أو لا يناسب المسيح. إحنا أولاد النور، يقول سيروا فين؟ مدام لكم الإيه؟ النور. أحسن بعد كده نلاقي نفسنا فين؟ في الضلمة، مش كده ولا إيه؟ إحنا أولاد النور، أنتم نور العالم. عمر النور ما بيختفي. يقول لك حد يحط نور يحطه تحت الإيه؟ ها؟ تحت المكيال او تحت السرير؟ حد يحط نور تحت السرير مش هيبان. الحق لابد ان ايه؟ يظهر. على رأي الاباء لما يقولوا الحق حق ان يتبع، المسيح لازم يبقى ظاهر فينا. صناعة الحق. على فكرة الكلمة مهمة والفعل مهم. يعني ايه؟ خلي بالكم التلات
كلمات كل واحدة فيهم فعل، مش كده؟ أول فعل إيه؟ يصنع، والتاني يحب، والتالت يسلك، مش كده؟ فأنا عايزكم بس تركزوا في التلات أفعال، لأن التلات أفعال مهمة وهقول لكم ليه دلوقتي. فأول فعل في الحق هو إيه؟ صناعة الحق، أصنع الحق. أقعد كده فكر الخطوات بتاعة العمل ده فيها حق ولا لا؟ العمل اللي أنا بعمله ده يناسب الحق، حق المسيح فيا ولا لا؟ وده اللي أنا عايز أقوله النهاردة. كم موقف عديناه النهاردة ما كانش فيه حق، ما كانش فيه صناعة حق؟ كم موقف، كم تصرف، كم كلمة؟ انتوا معايا ولا انا مش عايز تعدوا؟ عد بينك وبين نفسك وبعدين ابقى اعترف فيهم بقى، ماليش دعوة. بس الحكاية محتاجة مننا ايه؟ سؤال، ماذا تريد يا رب ايه ان افعل؟ حبيبي كل اللي عايزه منك نمرة واحد، انك تصنع الحق مع مين؟ مع نفسك. ودي اهم حاجة لكي تمارس المسيح حقا. انتم الذين اعتمدتم للمسيح قد ايه؟ ايوه، احنا صورة المسيح، احنا لابسين المسيح، احنا المفروض يقولك يتصور المسيح فينا، مش كده ولا ايه؟ احنا بنورث مين؟ كنا اولاد فنحن ايه؟ ورثة، ورثة المسيح. ورثة المسيح يعني اورث ايه في المسيح؟ اوسد الملكوت بس. طب معلش سامحني، ده الملكوت ده لسه ربنا يدينا العمر، مش كده ولا ايه؟ بس عشان اورث الملكوت لازم اعمل ايه؟ اورث الشغلانة. انتوا معايا ولا ايه؟ اورث الشغلانة. كل ابن او كل اب بيورث ابنه ايه؟ الشغلانة. كان يجول يصنع الخير، يصنع الحق. المسيح كان بيعمل ايه في حياته؟ يصنع حقا في وسطنا، مش كده؟ طب وانا وارث الشغلانة دي ولا لا؟ انا بصنع الحق ولا ممكن اخلي الحق او اخلي الباطل حق؟ ده انا شاطر قوي في الحكاية دي، انا اقدر الون الباطل وصوره ليا وللناس انه ايه؟ انه حق. ماذا تريد يا رب ان افعل؟ مش عايز اطول. واحد، تصنع الحق. فاكرين الآية؟ مش عايزين نبص على الشاشة، احنا عايزين نحفظها، يعني ما نحفظها في الموبايلات، مش كده؟ اولها ايه؟ قد اخبرك ايها الانسان ما هو، ايوه، وماذا يطلبه منك الرب. واحد، ان تصنع الحق. اتنين بقى، تحب الرحمة. يا طوبة، الله ينور عليكم، لانهم ايه يا جماعة؟ ده الطلبة اللي بطلبها من ربنا في حياتي كلها هي ايه؟ رحمني يا رب. ده انا الآية دي هي مفتاح السماء. تعرفين كده؟ هسألكم سؤال، لما بعد عمر طويل يعني في الدينونة، ما كلنا هنقف قدام ربنا، لسان حالي وانا واقف قدام ربنا ايه الجملة؟ بس مش كده ولا ايه؟ في جملة تانية هتتقال؟ مستحيل. لسان حالي حتى لما قلتهاش بلساني هيبقى كل يا رب ارحمني، يا رب يا رب. عارف زي الواحد داخل امتحان، يا رب نجحني، يا رب انا ما عنديش حاجه فكرني اللي انا ايه مذاكره. فانا قدام ربنا ده مش هقول غير جمله ايه؟ ايه رايكم لو قال انت لم ترحم فلماذا تريدني ان ارحمك؟ ايه رايك لو اتقالت الجمله دي؟ انت رحمت مين عشان انا ارحمك؟ مش كده؟ يقول لك ليس ايه؟ ايوه، رحمة في الدينونة. انا بحب ان انتوا اللي تسمعوا الآية عشان تسمعوها لنفسكم، لمن لم يستغمل الايه؟ الرحمة. انا عايزك تبقى بتحب انك تعمل رحمة. اعمال الرحمة حوالينا كتير قوي، كتير، واليومين دول زادت ومحتاجين ياما قوي نعمل رحمة. بس احنا ساعات في عمل الرحمة نعمل ايه بقى؟ نبتدي نقيم، ده ينفع معاه، ده يستاهل، ده ما يستاهلش، ده يجوز، ده ما يجوز، ونقعد بقى ايه نحللها ونقيمها ونعمل كأننا نفسنا ايه؟
حكماء ده احنا حكماء احكم الحكماء. لا 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 ده ما يستاهلش. لا 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 ده تلاقيه كده وشه كده. لا 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 يا حبيبي اعمل الرحمة وما لكش دعوة. انت تصدع الرحمة مع مين؟ هو قالها مباشر. قال لهم ايه يا جماعة فاكرين؟ قال لهم جعت فيطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت عريانا فكسوتموني، كنت غريبا فأويتموني، كنت محبوسا فزرتموني. قالوا له ايه؟ استنى بس بالراحة بالراحة، متى فعلنا بك هذا؟ انت من لا عمرنا شفناك كده ولا كده. انت يا رب ما انت فوستينا، لا في مرة كنت عجعان ولا عطشان ولا عريان. قال لهم العبارة اللي عاملة زي الرصاصة في الصميم، مش كده ولا ايه؟ ما تفعلتم باحد اخواتي هؤلاء الاصاغر فبي قد فعل، بي قد فعلتم. انت يا اخي تصنع الرحمة وتحب الرحمة مع مين؟ مع المسيح نفسه. بي قد فعلتم، العبارة اللي بيكتبها في الوصولات على سبيل يعني الاتضاع، مش كده ولا ايه؟ احنا بنكتبها، لكن ما تكتبش اسمي، اكتب ايه؟ من يدك واعطيناك. ده دي عبارة انت لو فهمتها مش فكرة اتضاع خالص، ده انت فاهم ايه الفولة زي ما بيقولوا. الفولة هي ايه؟ انك ما تملكش حاجة اساسا، انه كله من عند مين؟ تصنع الرحمة. صور صنع الرحمة في حياتنا كتير. هو انا قلت الفعل صح؟ انتوا مش مركزين معايا. ها؟ لا انا قلته غلط مش كده؟ مش كده؟ انا قلت تصنع الرحمة، قلتها مرتين ثلاثة غلط، ما خدتوش بالكم؟ ليه بقى ما خدتوش بالكم؟ اقول لكم. الغريب في الافعال انها معكوسة، يعني الطبيعي ان انا احب الحق واصنع الرحمة. مش صح كده؟ ده الفعل الايه؟ يعني انا لو حد لو بيفهم في العربي يعني الرحم الحق ده عبارة عن صفة مش كده؟ فالصفة ايه؟ تحب. انا بحب الصفة دي، لكن الرحمة ده عمل، ده فعل، فالفعل هو الذي ايه؟ يصنع. فانا معلش يعني ممكن اغير ابدل؟ ابدل اقولها كده، انا عاد اقولها من الصبح غلط فيمكن محتاجة تتبدل مش كده؟ ده اللي يزود حرف تنسيته ولا ايه؟ ده الكتاب قال كده، اللي يزود حرف يزيد عليه الضربات. فاكرين الآية؟ لا الحكاية ما تتبدلش لسبب. ايه بقى؟ ان هناك، خلي بالكم، من يصنعون الحق، من يحبون الحق، انا اسف، من يحبون الحق لكن دون ان يصنعوه. ازاي؟ تيجي تسأله تقول له يعني الموضوع ده الشهادة الزور ايه اخبارك فيه؟ يقول لك لا طبعا الوصية دي مفروض ما نشهدش، لا تشهد بالزور. تمام. وتيجي عند الصناعة وتيجي عند الموقف يعني تلاقيه يعمل الايه؟ هو يحب الحق كلام لكن ما يعملوش فعل. برافو عليكي. يحب الحق، مين ما بيحبش المسيح؟ اقدر اقول كده؟ اقدر اقول كده؟ ما اقدرش. كلنا بنحب المسيح، لكن تيجي عند صناعة المسيح بقى في حياتك وتقف، مش كده ولا ايه؟ عشان كده الفعل حلو قوي. صح، الحق يصنع لانه هو حياة، مش كده؟ طب والعكس؟ الرحمة. اقول لك على العكس برضو، ان هناك من يصنعون الرحمة دون ان يحبوها. ممكن تدوني امثلة؟ ممكن حد يصنع رحمة ما يحبهاش؟ خوف من عقاب ربنا او مظهري، يعني انا بدي عشان اقول ايه؟ عارف شوبش يعني؟ فاهم ازاي؟ يلا اتفرجوا علي انا بدي. هناك من يصنع الرحمة ده كتير. ده انا ممكن اصنع الرحمة على سبيل مثلا اللي يعني اللي طلب رخم، سوري يعني اللي بيسموها ايه؟ رزالة بقى، طالب كتير كتير. يلا حتى الانجيل قالها، فاكرين قال ايه؟ فاكرين قال يعني لو مش من اجل ايه لجاجته يعني فخد يلا. بس هل هو كده يحبها؟ تفهمين كلامي؟ ده في ناس بتعمل الرحمة خوف من العقوبة. عقوبة مين؟ ربنا. انا السنة اللي فاتت وزعت حاجات على اخوة الرب كويس،
وربنا عمل معايا حاجه كويس، اجي السنه دي اقول ايه؟ لا لازم اوزع احسن ايه؟ لا احسن ربنا، لا 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 ما احسن يحصل حاجه لعيالي ولا انت كده بتعمل الرحمه ايه؟ خوف مش حب. فاهمين كلامي؟ اذا مهم قوي الفعل يبقى صح. الانجيل زي ما قال بالظبط، صناعه الحق وحب الايه؟ الرحمه. انا اصنع الحق، مش بس احبه ومش بس اعرفه. ما كلنا عارفين الحق، كلنا عارفين يعني ايه ربنا، وكلنا عارفين الصح فين والغلط فين، ولا غلط؟ انت عارف النور والظلمه ولا لا؟ كلنا عارفين. ما تزعلش مني، مش هيتقالك كده، معلش سامحني، هيتقال انت بلا ايه؟ بلا عذر ايها الانسان. محدش هيقف يقدر يقف قدام ربنا يقول له معلش ما كنتش اعرف، ما كنتش عارف ده صح ولا غلط، محدش قال لي الموضوع ده يرضيك ولا ما يرضكش، انا اسف. لا كلنا عارفين، ومحدش فينا هيقدر يقف قدام الديان العادل. عارفين ليه؟ عارفين ليه؟ معلش انا اسف بس هفسرها لكم بالبلدي كده. انا مش هعرف اقف قدام ربنا اغلطه. فاهمين كلامي؟ انت ما بعتليش حد قال لي ان ده صح ولا غلط، تبقى غلطه مين؟ تبقى غلطته ربنا. لا طبعا مش هيدي لك الفرصه انك تقف تقول له ايه، لك طب استنى تعالى بقى، تعالى تعالى فاكر اليوم الفلاني لما قال لك وصل لك الرساله الفلانيه والعظه الفلانيه اللي سمعتها، وابونا الفلاني اللي قال لك، والواد الصغنن اللي قال لك الموضوع ده، وي 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 وي، هيقول لك انت بلا عذر ايها الايه. فهمتوا؟ يبقى اذا انا دلوقتي لازم اصنع الحق لاني هقف قدام ربنا وحاسب على هذا الحق. اصنع الايه؟ الحق. والثانيه تحب الرحمه، احبها، اعملها وانا بحبها. لذه عمل الخير، لذه عمل الخير. يقول لك انا كده من ضمن اللذه ان انا بحب العمل ده. مره كان في حد كبير كده في السن، كل ما يسمع ان حد عيان يروح يزوره، ما يعرفوش، ما يعرفش الناس كلها، بس هو سمع ان حد عيان، فبنقول له يا عم فلان هو انت يعني انت تعرف فلان؟ انت رحت تزوره ليه؟ انت تعرفه اصلا؟ يقول لك وانا مالي اعرفه ولا ما اعرفه؟ انا عايز اروح السما، انا بحب العمل ده، انا بزور مين؟ مسيح. كان ابونا مخيل ابراهيم ربنا ينايح نفسه، كان لما يدخل على عيان يعمل ايه؟ عارفين انتوا الحكايه دي، كان يقلع الشوزه. ليه؟ ليه يا ابونا؟ داخل على المسيح، ده في حضره ربنا، انا جاي ازور المسيح. بيحب الايه؟ الرحمه. اللي يحب الرحمه ما يستناش دعوه، اللي يحب الرحمه ما يستناش حد يقول له من فضلك اعمل لي، لا ده بيسبق عشان ايه؟ يعملها، بيحبها. من ضمن صور الرحمه التسامح، الغفران. هل الصوره اللي انا ممكن احكيها دلوقتي دي ان مثلا حد مخاصم حد لمده 5 سنين، هل ده حب للرحمه؟ مش كده؟ ساعات واحد يبقى بيصالح واحد، اعتذر لك، انا جاي اعتذر لك يا عم فلان، يا اخويا انت غلطت فيا قدام الناس كلها وجاي تصالحه كده بيني وبينك يعني. لا، ويجي فلان يقول له هو انت صالحت فلان كده بسهوله؟ له لا، هو انا صالحته الا لما سويته؟ ده انا خدت حقي ايه؟ تالت ومتلت، ده انا وقفت، ده انا زليت، ده جه ركع لحد عندي. هل هذا يحب الرحمه؟ رد عليا ويقول لك في الاخر انا ايه؟ سامحت. الاسم ان انا سامح، هل دي صوره من صور الرحمه؟ حبيبي لا. عارف انت الموقف ده، معلش قارنه بموقف ربنا لما بتروح له انت. ممكن تقول لي ما انت بتروح معلش شايل تل، مش كده؟ هل بيذلك؟ هل ادانك احد؟ فاكرين؟ فاكرين؟ هل ادانك احد؟ قالت له لا يا معلم. قال لها ولا انا ايه؟ بس الله يخليكي يعني روحي وما تعمليش كده تاني، اذهبي ولا ايه؟ ولا بلاش تعملي كده تاني، بس 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 ما فيش لا ذل ولا يا خطيه يا اللي عملتي يا اللي سويتي. والموقف بتاع السامريه ده الاخر عايز له درس، ده اسمه ايه ده بقى؟ بيحب الايه؟ بيحب الرحمه.
انا عملت عمل رحمة قد ايه. على فكرة ما تزعلوش من كلامي، الرحمة مش انك تدي فلوس، مش بس يعني مش انك تقعد تطلع عشور، لا لا لا، ده الكلمة الحلوة رحمة، الابتسامة في وجه حد محتاجها رحمة، الطبطبة على حد محتاج رحمة، مش كده ولا ايه؟ عمل خير. انت كده بتماثل مين؟ كده انت بتصنع الحق وبرضه بتحب الايه؟ الرحمة. على فكرة الاتنين مرتبطين ببعض، انت لو حبيت الرحمة هتصنع الايه؟ ولا لا؟ مش معايا في دي؟ لو حبيت الرحمة هتصنع الايه؟ الحق. ارجع للآية، ها ها، قد اخبرك، ايوه، وماذا يطلبه منك الرب؟ واحد، الا ان تصنع الحق، تحب الرحمة. فضل ايه؟ تسلك متواضعا مع الهك. يعني ايه التالتة دي بقى؟ عشان نفهمها شيل الكلمة وحط عكسها بتاعت متواضعة، تبقى ايه؟ تسلك متكبرا مع الهك. ايه دي؟ حد فينا بيسلك متكبر مع ربنا؟ ها، حد فينا بيسلك متكبر مع ربنا؟ ردوا عليا. لا كلنا. لا كلنا. عارف انت لما تمشي بده، مش كده ولا ايه؟ انا فاهم، ما تقلقش، يعني موضوع بسيط، يعني انا هعرف، مش كده ولا ايه؟ اسلك متواضعا مع الهك، يعني ببساطة تقول له انا ولا انا، انا مفيش حاجة، انت يا رب كل حياتي، انا بسلم لك كل حياتي. دي باختصار هي حياة الايه؟ التسليم لربنا. تسلك متواضعا يعني ببساطة، انا يا رب ما بفهمش، انا يا رب ما بعرفش، انا يا رب ما عنديش اي قدرة لعمل اي حاجة، لا قادر ولا عارف ولا بفهم. يقولك ايه بقى؟ اعرفك كيف تسلك، اعلمك الطريقة الذي ايه؟ تسلك فيه. ما تقلقش. بس امتى يقولي كده يا ماما؟ لما اقول له انا ايه؟ انا مفيش، انا ولا حاجة، مش كده ولا ايه؟ معلمنا بولس الرسول، ارجع له بقى، ده نهضته، مش كده؟ بولس الرسول الفيلسوف العلامة اللي عارف، اللي عنده لغات، حياته كلها عبارة عن ايه؟ تسليم لربنا، مش كده ولا ايه؟ اقروا سفر اعمال الرسل، المفروض ان احنا قريناه خلال فترة الصوم، مش كده؟ كل سفر اعمال الرسل يقول لهم انا كنت راوي اروح كده، بس ايه اللي حصل؟ روح القدس قال لي لا روح كده، حاضر. انا اقول له لا انا مالي، طب ما انا كنت ناوي اروح كده، ده دماغي اللي مودياني هنا. لا، انا ما امشيش بايه؟ بدماغي. رخر بقى كان عايش التسليم ده، ربنا اللي يوديه يجيبه. مره كان راكب السفينه والسفينه اتدغدغت، هاج البحر والسفينه ايه؟ اتدغدغ. قال ثلاث كلمات، ما فيش غيرهم، سلمنا فصرنا نحمل، ما عنديش غير الثلاث كلمات دول يا رب، انا اسلم لك، انا حاسلك، انا هقدف ولا ضوء؟ لا 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 لا، سيبها لك انت، اغرق ما اغرقش بقى، دي بتاعت، عايز تغرقني غرقني، عايز تنقذني انقذني، سلمنا. هو ده الانسان اللي بيسلك ايه؟ يقول لك على فهمك لا تعتمد. احنا بقى مشكلتنا ان احنا ما بنعتمدش الا على ايه؟ على فهمنا. انا بعرف، ده انا بفهم كل حاجة، ده انا ما فيش حد زي في الفهم اساسا، يعني مش كده ولا ايه؟ ولما تزني اقول له يا رب، ما انت حبيبي بقالك سنتين شغال بدماغك، وفي الاخر تقول له يا رب، طب ما انت اللي زنقت نفسك، ومع ذلك بينقذك برضه. مشكلتنا ان احنا بنسلك بفهمنا. مين يا ماما اللي ربى العيال؟ انت، مش كده؟ انت ولا بابا اللي ربيته؟ انت ولا بابا؟ لا انت ولا هو، مش كده ولا ايه؟ لا الغارس شيئا ولا الساقي، لكن الله هو الذي ايه؟ ينمي. حبيبي ما كانش ربنا هو اللي حيه، ان لم يبني ايه؟ فباطل تعب البناؤون. انا ما فيش انا خالص ولا حاجة. بص هقول لكم حاجة، في انواع من الناس، واحد يقول ايه؟ احيا انا لا المسيح. ده ايه رأيكم فيه ده؟ يعني ايه ده؟
في ناس كده على فكرة، في ناس كده حتى لو ما قالهاش ببقهم بس بيقولوها بإيه؟ بفعله. يقول له لا كده غلط. طب يقول له طب استنى، في ناس تانية بقى نوع الدرجة أعلى شوية أحلى، يقول لك أحيا أنا والمسيح. إيه رأيكم؟ المسيح موجود أهو، أنا وهو، بس مين في الأول؟ أنا الأول، فكر أنا الأول وبعدين بقى إيه. وعارفين الأخ ده لو أنت قلت له، الشخص يعني ده قلت له يا حبيبي فين المسيح؟ لك سندني. عارفين كده؟ ربنا إيه؟ سندني، بس هو فين؟ ورا، مش كده ولا إيه؟ تمام؟ في نوع ثالث يقول لك أحيا المسيح وأنا. يعني إيه بقى؟ يعني هو يا جماعة مين الأول؟ مش أنت عايز المسيح؟ أنا وأنا مستخبي ورا يا عم، أنا مش عايز أظهر خالص، أنا إيه؟ أنا بس أنا موجود برضو. بولس الرسول ما قالش لا واحد ولا اتنين ولا تلاتة، الآية بتقول إيه؟ أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. هو ده بقى صناعة الحق، مش كده ولا إيه؟ هو ده اللي عايز يسلك متواضعا. على فكرة إن لم تسلك متواضعا مع إلهك لن تستطيع أن تصنع الحق أو حتى تحب الإيه؟ صح ولا غلط؟ العبارة دي قلتها دي تعملوا عليها صح كده؟ أيوة أيوة. ما أنت لو ما سلمتهاش لربنا هتمشي بدماغك، ولو مشيت بدماغك هيوديك في حتت ملهاش لازمة، مش كده ولا إيه؟ وبالتالي مش هتحب الرحمة، لأن عدو الخير اللي هيقودك عمره ما هيقودك لفعل الإيه؟ أو حب الرحمة. التلاتة ماشيين ورا بعض، يجمعوا بعض. شوفوا تجميعة الآية، الآية دي كنز كنز صدقوني. عشان كده أنا طلبت من حضراتكم أن أنتوا تحفظوها وتحطوها على الموبايلات، كنز. فاهمين كلامي؟ تحب تسلك إيه؟ متواضعا مع إله. ما تقولوش يا رب أنا عارف، قوله يا رب أنت اللي عارف. ما تقولوش لتكن مشيئتي، قوله يا رب لتكن إيه؟ مشيئتك. أنا لا أعرف شيء، لأن كل المعرفة هي لي ليك أنت. نفسي النهاردة نجاوب هذا السؤال بجد، ماذا تريد يا رب أن إيه؟ أنا أفعل. عرفتوا الإجابة؟ حفظتوا الآية؟ ممكن نطفي الآية من على الشاشة؟ أي برافو عليكم، يلا. ها؟ يا نهار أبيض، قد أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح وماذا يطلبه منك الرب. ها؟ تصنع الحق، تصنع الحق وتحب الرحمة وأن تسلك متواضعا مع إلهك. إجابة سؤال ماذا تريد يا رب أن أفعل. ربنا يدينا أن احنا يبقى عندنا إجابة السؤال ده، ونحفظ التلات حاجات دول، نصنع الحق، نحب الرحمة، وآخر حاجة نسلك في اتضاع مع ربنا، نقول له أنا يا رب ولا حاجة، أنت يا رب نمرة واحد. ربنا يديكم كل نعمة وبركة. أنا آسف طولت عليكم. كل نهضة وأنتم طيبين. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. أمين.